ببسكوت اللانكشاير. هستعمل كوبايه زبده بحراره الغرفه، حوالي 200 جرام زبده. كوبايه الزبده لازم تكون طريه، بصوا اهي طريه، لكن ما اجيبهاش سايحه، لازم الزبده تكون بحراره الغرفه، يعني طريه. اضغط عليها ايه؟ شايفين؟ طريه، مش سايحه ومش جامده. هستعمل نص كوبايه سكر بودره، بودره مش سكر عادي. هستعمل بضايه، معلقه صغيره فانيليا، كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا. في ناس بتستعمل النشا اكتر من كده، بيبقى مثلا الدقيق قد النشا او الدقيق نص النشا. انا ما بحبش النشا كتير عشان ما يطلعش ناشف برده معايا في الاخر، بحبه يكون هش. هستعمل معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح. من تاني هقول المقادير: كوبايه زبده بحراره الغرفه، نص كوبايه سكر بودره، بضايه، معلقه صغيره فانيليا، كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح. التزيين بقى يا اما مربى او شوكولاته سايحه زي ما انت عايزه، مكسرات مفرومه، فارماسيل، جوز هند، اللي انت عايزه تزوقي بيه هيبقى مفيش مشكله. هنيجي نبتدي اول حاجه نعمله، هضرب الزبده، هضرب الزبده لغايه لما تبقى ناعمه كريمي. ادي هحط الزبده، عشان كده بقول لك لازم تبقى الزبده طريه في نفس درجه حراره الغرفه، علشان هي عشان كده حتى هي ايه بتلزق، لما الزبده بتبتدي تطرى تبتدي تلزق في الطبق اللي هي فيه. انا هحط معاها الفانيليا واحطها تتضرب. بسكوت اللانكشاير من المميزات فيه، بقول لكم ان احنا بنحط معاه النشا، مش اي بسكوت بحط فيه النشا، النشا بيديله طعم مختلف عن البسكوت العادي. بس في نفس الوقت لما اجي اعجنه ما ينفعش ان انا اعجنه كله بالعجانه، يعني هيطلع ناشف معايا قوي في الاخر. انا بضرب الزبده سواء بالمضرب البيض او في العجانه، بس حتى لو في العجانه بحط لها المضرب بتاع البيض. وبعد كده اهو هحط معاها السكر، هحط النشا، لكن الدقيق هقلبه بايدي، هعجنه بايدي او بالسباتشولا، علشان انا لو عجنت الدقيق بالعجانه هيطلع ناشف قوي، لازم الدقيق يتقلب بخفه عشان البسكوت يطلع هش معايا في الاخر. اوكي، ادي الزبده هحط لها السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، بيكنج باودر، لما الواحد بيعمل كميه قليله المشكله وبتبقى العجانه كبيره، لازم كل شويه تقعدي تلمي الحاجه علشان تتاكدي انها اتضربت كويس، علشان الحاجه تطلع مظبوطه معاكي، خصوصا البسكوتات والكيكات، الحاجات دي لازم تكوني دقيقه فيها جدا غير الاكل العادي. الاكل العادي ما فيش مشكله، زودتي حاجه نقصتي حاجه حسب ذوقك، لكن الوصفات البيكري اللي هي الخبز دي لازم تكوني دقيقه جدا، لان حاجات صغيره يا اما بتنجح لك الوصفه يا اما ما بتخليهاش مظبوطه. يبقى انا هضيف النشا، بسم الله الرحمن الرحيم، كده اهو، ودي زي ما قلت لك هعمله بالسباتشولا بتاعتي. اهم حاجه ان الزبده تبقى خلاص بقت زي الكريمه، حتى لو النشا ما تقلبش كله بالمضرب مش مشكله، هيتلم معايا. هاخد شويه دقيق، واقلب. هبصوا الزبده عشان اتضربت كويس وبقت هشه، هيبقى سهل تقليبه معايا، سهل تقليب الدقيق فيها. بعد كده شوية تانيين وأقلب. أنا بقلب مش بعجن، بقلب بالراحة عشان زي ما قلنا يبقى هش ومش ناشف في الآخر، ما ينشفش معايا.
لان البسكوت لما بيبقى ناشف ما بيبقاش حلو. وبعدين اخر شويه دول بعد كده اهو، هحتاج ان انا بايدي بقى ادخلهم في بعض في الاخر، بس بعد ما المها اكتر اضغط عليها بايدي هلاقيه لم معايا. بصوا هلاقي العجينه بالراحه لمتها، هتلاقيها تلم معاكي اهو، شايفين؟ هعملها شويه شويه كده اهي، واروح حطاها شويه شويه. مش هو ده تشكيل البسكوت، انا بلم العجينه عشان ما تفتكروش ان البسكوت شكله كده. بلم العجينه مع بعضها بالراحه كده اهو، لغايه لما العجينه كلها تخلص. اهي مش عجن، مجرد ايوه كده. وهبتدي مش لازم بقى نكملها كلها عشان الوقت معانا، ممكن تحطيها برده في الثلاجه شويه لو تحبي. وممكن بص هنعمل ايه، حاجه اعملها كور صغننه اكبر من حبه اللوزه بشويه، البندقيه سوري بشويه، هكورها كده واروح حطاها. ما اتكش عليها قوي، مجرد ضغطه بسيطه عشان انا عايزاها تبقى مبططه من تحت، عشان لما في الاخر الزق كل اتنين مع بعض يبقى من هنا تبقى فلات، تبقى مسطحه. اوكي هعمل واحده تانيه وادخلهم الفرن. بالراحه برضو كده، واروح ضغط عليها بالراحه. وادخلها فرن هادي علشان تستوي. اوكي عملنا بسكوت اللانكشاير وهو شكله كده اهو لما بيخلص، بس انا لما بطلعه من الخبز بيبقى عباره عن زي القروش الصغننه كده. بعمل ايه؟ بروح جايبه كل اتنين مع بعض لازقاهم، يا اما بشوكولاته واروح ضاغطه عليهم اطلع الشوكولاته الزياده، واروح حاطه مثلا هنا كده اهو، او مكسرات او جوز هند، او مثلا اعمل مربى، مش لازم تبقى شوكولاته، لو في مربى زي البيتشيفور العادي مثلا بحط مربى، بس بحط كميه زياده شويه علشان تطلع من الجوانب، يعني بحيث لما اضغطهم سوري مع بعض احس ان هم طلعوا من الجوانب. بصوا طلع زياده، واروح حطاه هنا اهو اهي اهي، ارفعها لك عشان تبان كده اهو اهي كده اهي خلاص. يا اما في شوكولاته، يا اما في جوز هند مبشور، يا اما في سوداني مجروش، اللي انتوا عايزينه. ده بسكوت اللانكشاير.